انت خسرانه ايه؟ ما انا محافظ عليكم خليكي بنت زي ما انت، انا اللي بستريح. ابني سافر، ابني زنا محارم، ابني ده انا مربطوش عشان بنته اللي عندها 15 سنة يعمل معاها كده، لكن يعمل كده ببنته؟ احكموا عليه، اشنجوه. اهلا بيكم، تعالوا النهاردة نتكلم عن قضية صعبة شوية، والصعوبة اللي فيها موقف الجد وموقف المحامي. موقف الجد، الجدة كان مشرف، وموقف المحامي كان مشرف للغاية. أبدأ القصة. أحمد اللي هو الأب عنده 37 سنة، متجوز سلوى في أواخر العشرينات، وربنا رزقه بمروة بنت عندها 15 سنة. القضية دي حصلت في حلوان. الأب والأم اختلفوا مع بعض، هو على فكرة ساكن في المشروع الأمريكي. اختلفوا مع بعض واتفقوا على الطلاق، بس قالوا جماعة احنا مش فاضيين، لا انا شغلي يساعدني اروح المحاكم ونقعد نعمل جلسات وتأجيلات وجايمة ونفقة ومتعة والكلام ده كله، احنا نخلص كل حاجة واحنا قاعدين، يعني شوف انت عايزة ايه ونعمل ايه ونوقف ولاد الحال في النص، واللي يحكموا به الناس احنا موافقين عليه، شوف هتاخد انت كام نفقة والبنتك وجايمة هتاخدها ازاي ونخلص كل حاجة. الام فعلا وافقت وجابوا ناس فعلا واشترطوا كل حام وكل واخد حقه، خد حقه تمام ومضى ورق بحيث ان الام ما ترفعش قضيه على الزوج ابدا. الزوج قال طب بنتي انا عايز اشوف بنتي مروه وتعيش معايا. المهم المحكمين قالوا لا، هي تجيلك مره واحده في الاسبوع تقعد معاك يوم واحد. موافقه يا سلوى، جات موافقه، خلاص يا مروه احنا حكمنا يا بنتي ان انت تقعدي 6 أيام مع امك ويوم واحد مع ابوك. البنت وافقت. واستمر الوضع كده لغايه البنت ما لاحظت حاجه. بتحكي لامها بتقول لها يا ماما انا كل ما اروح لبابا بيعمل معايا كذا وكذا وكذا. الام طبعا ما صدقتش بنتها، وخاصه ان بنتها عندها 15 سنه. لكن البنت لما اكدت على الكلام اضطرت ان هي تروح تعمل محضر لأبو البنت والجسها أو لطلاها رقم 17275 مركز حلوان. إيه الموضوع بقى؟ يعني أنا حتى في التحيات جابوا البنت وجابوا أبوها، وقفوا الاثنين قصاد بعضهم. أنا حتى مرضيتش أقول البنت قالت إيه، لأن حبيت أقول لكم البنت أثناء المواجهة واجهت أبوها بيه. شوف البنت بتقول إيه. البنت قالت ان ابويا استغل زيارتي الاسبوعيه له كل اسبوع يوم يعني، وانني ما زلت صغيره واخاف منه كثيرا، وامرني بخلع كل ملابسي حتى اصبحت عاريه، ثم يمارس معه الجنس ولكن من الخارج. يعني الاب كان حريص ان بنته تظل بكر، ويخبرني ان هذا الامر ليس به اي مشكله، لأني سوف أظل بنت ثم يتركني أذهب، وعندما عرضته قام بتهديدي بسلاح أبيض سكينة وقال لي إذا ما رضيتيش أنا بريح نفسي وأنت ما خسرتيش حاجة. يعني الأب طبعا مطلق مراته وعايش وحيد، فهو لقى بنته قالك أنا هحافظ عليها هخليها بنت بس تريحني أمارس معاها من الأمام بحيث إنه ما يدخلش يعني في الغميق مع بنته، ما يوصلهاش ان هي تفقد عذريتها، ولا انت خسرانه ايه، انت ما زلت بنت زي ما انت وانا استريحت على الاقل، انت زعلانه ليه؟ البنت طبعا خافت، وخاصه انه كان بيخوفها بالسكينه لما كانت بتعترض. بس هو السؤال، طب انت ليه كنت بتروحي كل اسبوع؟ يعني انت بتقولي ان هو كان بيهددني بسكينه، طب انت لما سالناها السؤال ده قالت ايه؟ اصل ده حكم ناس وما قدرتش لان كان في شرط جزائي. كلام برضو مش منطقي. انا قلت فورا القصه دي عاملاها الست هي وبنتها عشان يذلوا الزوج اللي هو ابو البنت، ملهاش حل غير كده. الام اتفقت مع بنتها يروح يعملوا المحضر اللي هو 17275 ده في الاب، علشان لو يدرع ليه ويجبروه ان هو يديهم لو عايزين فلوس اكتر، لو عايزين كذا، لو مش موافقين على قاعده المحكمين واضطروا ان هم يوافقوا عشان حكم الناس، لا بالموضوع ده هيلوي دراعه وغصب عنه ياخدوا كل حاجه. وفعلا انا كنت متوقع ده بنسبه 90%. والكلام ده المحامي اسمه حسن احمد
اللي تقدم للدفاع عن الاب قالوا وحاول ان هو يثبته، لكن اللي حصل ايه بقى؟ الشهاده اللي محدش يقدر يتكلم فيها، الشهاده بقى اللي جابت من الاخر، الجده. مين الجده؟ ام الاب اللي هو الزوج، امه تبرعت بنفسها وراحت المحكمه وقالت للقاضي: يا سياده القاضي، بالفعل ابني عمل كده مع بنته وانا شفت الكلام ده بنفسي، ابني مش كويس، ابني سافل، ابني زنا محارم، ابني ده انا مربطوش عشان بنته اللي عندها 15 سنة يعمل معاها كده، كان قادر يتجوز ما اتجوزش ليه، كان قادر انه هو حتى لو عايز يزني لا قدر الله ما يروح عند اي حد يزني، لكن يعمل كده ببنته؟ احكموا عليه، ايش نجوه مرات ابني صح وبنت وانا جدة الطفلة او البنت اللي عندها 15 سنة بأكد ان ابني اللي هو ابوها كان بيعمل كده. طبعا المحامي اول ما سمع ام الاب بتقول كده فورا تنحى امام النيابة عن القضية واعتذر للفتاة الصغيرة واعتذر لأمها وقال لهم ما كنتش أحسب الموضوع كده، عفوا أنا آسف، واعتذر وسلم القضية، قال لك لا مش هدافع عن هذا الأب. علشان كده أنا بقول اللي عجبني في القضية دي موقف الجدة، لأن أي واحدة هتدافع عن ابنها حتى لو ابنها عمل كده، لأن دي قضية يعني عفوا قضية وسخة إن أب يعمل كده ببنته، فشي طبيعي أمه مش هتوصم العيلة كلها بالوصمة دي، أصل العيلة كلها هتتشوه بالعمل هذا الأب، كلهم يقول عيلة فلان الفلاني مش اللي كان فيها الراجل مع بنته، يا ساتر. وكان ممكن المحامي يقول لك أنا ليه أتعاب، أنا مالي ميحكم عليه بالإعدام ولا بالسجن، أنا ليه أتعاب أخدها منه واستمر في القضية. لكن هنا ظهرت بقى الجدة اللي حبت ان هي تبرز الحقيقة وتظهرها وتأكدها، لأن لما الأم تشهد على ابنها في أكتر من كده شهادة إيه؟ في ام بتشعر على ابنها كده الا اذا كان طفح بها الكيل، ده الام بتفضل تدافع عن ابنها حتى لو غلطان مليون مره، لكن المره دي الام شافت ان ابنها عدى كل الخطوط الحمراء، تجاوز كل الخطوط الحمراء، فكانت لازم توقفوا عند حد بالموقف ده. والمحامي صراحه اللي ما فكرش لا في اتعاب ولا فكر في قضيه والسلام، لا شرف المهنه، قال لك لا ما دافعش عن هذا الرجل، رغم ان القانون بيكفل لكل متهم مهما كانت قضيته مهما كانت جريمته ان يكون في محامي، حتى لو ما عندوش مقدره المحكمه بتنتدم له محامي، لكن المحامي وشرف المهنه ابى عليه، قال لك لا انا مش هدافع عن هذا الاب، واعتذر وتنحى وساب القضيه، قال لك انا عندي امل تكون دي خطه عاملاها الزوجه مع بنتها عشان يسجنوا الاب وياخدوا كل فلوسه وياخدوا كل ممتلكاته. لكن بعد الجده ام الزوج تقول على ابنها كده، لا خلاص. شوف احنا وصلنا لغد فين، شوف وصلنا لغد فين. صحيح في صورة ايجابية للجدة وفي صورة ايجابية للمحامي، لكن شوف القضية، شوف الاب بيعمل ايه مع بنته، شوف يعني لا، ويقول لها ايه انت خسرانة ايه، ما انا محافظ عليكم وخليكي بنتي زي ما انت، انا اللي بستريح. لا ده انت وسخ، وبعدين انت ما بتكسفش لما تشوف بنتك كده قدامك ايه؟ بس انا برضو النقطة اللي انا مش لاقي لها حل ومش لاقي لها تفسير، البنت كانت بتروح له كل اسبوع ليه؟ ما دام كان بيعمل معاها كده، ايه اللي كان يجبرها تروح؟ وهي لما حكت لامها، ايه اللي خلى امها توافق ان بنتها تروح؟ ما اقدرش اقول ان ده اتفاق بين ام الولد اللي هو الاب والبنت والزوجة، صعب جدا. يعني ما فيش اتفاقية ابدا تحصل، ام ما فيش ام تحط ايديها في ايد حد يضر ابنها، مش ممكن. فالجدة هنا أشك نهائيا أنها ممكن تكون متفقت مع الزوج مع الطليقة ومع حفيدتها أن هي تدخل ابنها السجن، لأن ده قضية، ده زنا محارم، فقضية صعبة جدا. وكل السبب فيها إيه؟ ونصيحتي نفر إلى الله، لازم نلجأ إلى الله، لازم نلجأ إلى الله، لو ما لجأناش إلى الله والله إحنا اللي هنقول يا ليتنا كنا تراب، لأن إحنا فعلا جبنا من الآخر، ظهر كل حاجة سيئة جوانا، طفح فينا كل حاجة وسخة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم.